أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول: اللهم يا جامع الناس، ليوم لا ريب فيه اجمعني مع ضالتي إذا ضاع من الإنسان شيء؟ يقول: هل ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول: اللهم يا جامع الناس، ليوم لا ريب فيه اجمعني مع ضالتي إذا ضاع من الإنسان شيء؟ لا أعلم هذا، ما أدري. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.